فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان رجل في المملكة وأراد أن يتزوج في اليمن من امرأة في اليمن، فهل يجوز له أن يوكل أباه ليعقد له في تلك البلد؟ نعم، يوكل إيش؟ أباه. أباه هو؟ نعم. إيه نعم، يوكل أباه غير أبيه، يوكل من يعقد نيابة عنه، ما في بأس. نعم.